طيب اوكي. ايه بقى اجراءات العمليه يا دكتور؟ بص، هو العمليه بمنتهى البساطه اللي العيان لما بيجي لي احنا كاي عمليه، هي عمليه بسيطه جدا مدتها حوالي 10 دقائق. العيان بيخرج من المستشفى بعد 4 ساعات، يكون يعني فاق من البنج والكلام ده، غالبا بنج نصفي لكن ممكن يعمل بنج كلي لو عايز، ما فيش مشكله. في بعض التكنيكات من العمليه ممكن تتعمل ببنج موضعي. العمليه نفسها حاجه بسيطه جدا، احنا يعني هي مكونه من جزئين. الجزء الاول بيعتمد على ان احنا اكتشفنا، يعني بص بشكل بسيط، في 3 حاجات بتاثر على العمليه الجنسيه: المخ والعضلات اللي هي موجوده حول مجرى القصف والاحساس او مستقبلات الاحساس. الاساس في كل ده المخ، وهو اكتر حاجه تعمل سرعه قصف. طيب دكتور علاء، في فيديو معانا وحضرتك ممكن برضو تشرح عليه عشان يبقى اوضح. نشوف الفيديو. هيظهر دلوقتي حالا. احنا بنتكلم طبعا عن العمليه. اتفضل يا دكتور. الفيديو اهو. ده يا دكتور نفسه، ده البحث نفسه المنشور. ده البحث المنشور. في فيديو معانا. هو بص، يعني دي دراسه احنا عملناها على مدى 5 سنوات. بدات من 6/4/2011 ل 6/4/2016. اوكي. احنا عملنا ما يقرب من 1000 عمليه، وعملنا تكنيكات كتيره جدا، لكن دي اللي هو التكنيك اللي هو ابرزهم نجاح. ده ببساطه يعني بيعتمد على ان احنا بندي العين بنج نصفي، وبنبدا شق صغير في المسافه اللي هي ما بين العضو والخصيه، وبنوصل لعضله اللي هي العضله القاذفه اللي حول مجرى القصف. بنقص العضله دي بطريقه معينه، بحيث ان هي عمليه القصف بتحصل ان العضله دي بتنقبض فيحصل قصف. ما بتقصها الضغط بيقل جدا، الضغط اللي هو لازم لضخ السائل من الداخل الى الخارج، بيبدا يعتمد على ضغط السائل جوه في الحوصله المنويه. الضغط هناك بيبقى قليل قوي، فبياخد وقت على ما يكمل عمليه القصف. في النقطه الثانيه، لما بنقص العضله دي، الحكايه دي ما بتاخدش يعني مجرد تسليكها وقصها، ما بياخدش 2 دقيقة. بنروح جاي قافلين عادي خالص دي، وبعد كده بنيجي في حته اسمها الفرينولار دلتا، نقطه صغيره كده تحت راس القضيب. النقطه دي بتبقى عاليه جدا بالنسبه للاحساس. لو بصينا على الاشكال هنا، الشكل اللي هو الخطوط الحمراء دي اعلى مراكز احساس. دي نقطه احنا اكتشفناها موجوده في العضو الذكري، نقدر نقول انها تمثل الجي سبوت عند السيدات مثلا. النقطه دي بتبقى في الناس اللي عندهم المستوى الاحساس العصبي عالي جدا، دي بنشيلها بمنتهى البساطه. دي ممكن تتشال ببنج موضعي. هي بتختلف من الراجل التاني، ممكن تكون في بعض الرجال عندهم ان احنا نعرفها. دي كانت حاجه صعبه شويه، لان كان في تضارب جدا في الابحاث اللي موجوده في عمليات القصف، واحنا اتبعنا طرق كتيره جدا جدا عشان نعمل دي، لان انت يعني ما عندكش حاجه معينه، والابحاث الهستولوجيه او ابحاث الانسجه برضو كان فيها تضارب كبير، لدرجه ان احنا في الاخر يعني انا عشان اتبين الحته دي بدقه، يعني عشان تجيب المريض وتقول له احنا هنقص جزء مثلا حته جلد سنتي في سنتي، بنقص حته حوالي سنتي في سنتي، فممكن تعمل بنج موضعي. وده تكنيك من تكنيكات العمليه، لان العمليه لو حضرتك بصيت في الفيديو عندنا الجزء اللي هو باين احمر في الرسم ده الجزء الحساس. انا عشان اكتشفه يعني عملنا محاولات كتيره جدا عشان تشوف في الاخر خالص، عشان اقدر اقنع مريض بان انا هقص الحكايه، اقص جزء من الجلد ويخش ضمن تجربه ممكن تصيب او تخطئ، ده كان صعب قوي. فتوصلنا ان احنا يعني عملت كذا موقع تقريبي ليها، وبعدين بقينا نعلم بالقلم الجاف على الجزء ده، ونخلي المريض يستخدم سبراي قبل العلاقه بربع ساعه، لان السبراي ده انت لغيت الحته دي، سبراي مخدر موضعي معين بنستخدمه بس قوي شويه. تمام. فاما خدناها كانها متشاله، لحد ما توصلنا للنقطه دي فعلا، عرفنا يعني من كذا عين عرفنا النقطه دي، بعد كده بدانا نشيلها. في عيانين كنا بنعمل لهم الجزء ده لوحده، يعني يجي في العياده نديله مثلا بنج موضعي ونشيل السنتي ده، وكان بيلاقي ان القصف اتحسن بشكل كويس جدا جدا ومبسوط. في عيان يلاقي الموضوع اسهل، طب ما انا احط سبراي على الحته دي خلصت الليل. برضه ده رأي قدام، بس فكره ان انا اعمل استئصال للجزء ده ما فيهوش اي مشكله. لا خالص، اي مشكله خالص. انت بالظبط حضرتك لو مثلا عندي جرح هنا وحته جلد اتقشطت، ده بنج موضعي يا دكتور علاء، يعني الموضوع بسيط جدا يعني. ما هو الفكره في ايه بقى؟ ان احنا دلوقتي في عندنا زي ما قلنا في 3 اسباب للعمليه اللي يعملوا سرعه قصف: اما المخ، واما زياده في نشاط العضله، واما زياده في نشاط العصب. المخ، طب يعني الكلام ده نظري، احنا عاوزين نتكلم، احنا جراحين، فالكلام ده لازم يبقى عملي. المخ ازاي بيعمل سرعه قصف؟ لا، ده نحسبها لو احنا عندنا حاجه المخ هو اللي بيشتغل فيها لوحده. يعني ايه الحاله الجنسيه للمخ بيشتغل لوحده من غير اي حاجه؟ اللي هو السكشوال دريمز او الاحلام الجنسيه. الحلم نفسه اما اتدرس، اي حلم في العالم ما بتزيدش مدته عن 6 دقائق مهما العين حاسه انه طويل.
مده القصف فيه لا تزيد باي حال من الاحوال عن 48% من الثانيه، يعني نص ثانيه. يبقى اذا لو المخ هو المسيطر يبقى دايما في سرعه قصف. طيب ايه اللي يخلينا نقول العضله ممكن تكون زياده نشاط العضله؟ ان احنا لاحظنا في حاجه في فحوص المسالك اللي هو فحص البروستاتا، لما بتعمل مساج للبروستاتا بيحصل سرعه قصف جدا. اتعمل قياسات باجهزه قياس الاعصاب، لاحظوا ان النشاط العصبي في العضله اللي هي العضله دي اسمها بالبوس بونجيوزس او العضله القذيفه اختصارا يعني، اكتشفنا ان النشاط بتاعها بيزيد فتنقبض اكتر فتسرع القصف. فقلنا طيب لو اصلا العضله دي هتاثر معانا ايه ايجابا؟ طب لو انا عندي العضله ما فيش فيها اثاره والمشكله في الاعصاب، جات النقطه اللي هي قلنا عليها النقطه اللي هي دي اسمها فيرينولار دلتا، اللي هي النقطه اللي موجوده في اسفل راس القضيب. لقينا في ناس لو احنا عملنا لهم استئصال الجزء الجلد ده بيستجيبوا، وناس ما بتستجيبش، وفي ناس ما بتستجيبش. لو لقينا العضله عملنا جزء الناس بيستجيب وناس ما بتستجيبش، طب لو عملنا الاثنين لقينا نسبه النجاح 97%، وبقت افضل من البدايه ان 97%. طيب دكتور علاء.